تشتغل هيك. اوكي تمام. هيك اشتغل تمام. طيب اذا حكينا راح نحكي عن البلود سبلاي الظهار. هسه بس اخلص طبعا هيني انا قاعد برفع المحتوى على اليوتيوب، بس يرفع على اليوتيوب بنزل لكم اياه تمام، بحط لكم اللينكات. طيب نرجع نحكي عن البلود سبلاي اوف ذا هارت. اوكي اتريال سبلاي اوف ذا هارت ديفايدد انتو تو، يعني هون بدنا نحكي عن الشرايين اللي بتغذي القلب نفسه، اللي بتغذي عضله القلب. ليش؟ لانه احنا حكينا القلب بحد ذاته بده اللهم صل على سيدنا محمد بيحتاج للدم لحتى انه يعمل كونتراكشن اند سو اون، يعني باقي هاي الشغلات. سيرفر الشات خليها جنب عشان احد ما يفهم. طيب بنقسم لقسمين، رايت كورنري ارتري ورايت وليفت كورنري ارتري، اللي هو الشريان الابهري الايمن والايسر تمام. رايت كورنري ارتري وليفت كورنري ارتري، طبعا الرايت كورنري ارتري بيغذي الجزء الرايت اوف ذا هارت سايد، والليفت بيغذي الجزء الليفت اوف ذا هارت. طيب الرايت كورنري ارتري اريز فروم انتيريور ايورتك sinus of ascending aorta. اذا الكورنري ارتري من وين بيجي؟ بيجي من الاسندنج ايورتا تمام، بيجي من الاسندنج ايورتا. طبعا افرجيكم اياه هون بالصوره، هاي الاسندنج ايورتا هي سوبر فينا كافرا، وين راح الاسندنج ايورتا؟ هي هاي الاسندنج ايورتا تمام، هاي عندنا هي الاسندنج ايورتا، وبدنا احنا منه ايش البولمونري ارتري سواء كان بالليفت او بالرايت تمام. البولمونري ارتري سواء كان بالليفت او بالرايت تمام. طيب من وين اصل الكورنري ارتري؟ بيجي من الاسندنج ايورتا. طيب it is described in the right interventricular grooves، وين بيكون موجود؟ في التجويف، يعني شو بيغذي؟ بيغذي التجويف الايمن من القلب، يعني اللي هو ايش؟ الرايت اتريوم والرايت فنتريكل تمام، بيغذي الجزء الايمن تلقائي، بيغذي الجزء الايمن. طيب continuous posteriorly along the interventricular group، يعني ببلش من الجزء العلوي للجزء السفلي، يعني ببلش من الاذين بعدين بنزل على البطين، شيء طبيعي لانه بيجي من فوق وينزل لتحت تمام. اذا الكورنري ارتري من وين بيجي؟ بيجي من الاسندنج ايورتا، الجانب الايمن بده يغذي الجانب الايمن من التجويف القلبي، هو الرايت والليفت اند سو اون. طيب هاي الرايت كورنري ارتري، عندنا البرانش تبعون الرايت كورنري ارتري وكيف بيغذوا، ببلشوا في الاتريوم بعدين بينزل التفريعات لوين؟ للفنتركل، وبيعملوا سبلاي بلاد تو ذا هارت، لانه الهارت حكينا هو عباره عن عضله وبتحتاج لسبلاي ويز اوكسجين تمام. طيب البرانشيت اوف ذا رايت كورنري ارتري، مش عندنا البرانشيت هذول ايش هم؟ بينقسموا ل ثلاث اربع خمس اقسام بالضبط، خمسه خمسه صح؟ خمس اقسام. طيب اول قسم في عندنا من الرايت كورنري ارتري، الله اكبر عزة لله، عندنا الرايت كونيوس ارتري سبلاي ذا سيفنشال اند انتيريور وول اوف ذا رايت فنتركل. اذا الرايت كونوس ارتري شو بيعمل؟ بيغذي الجزء العلوي من الرايت فنتركل تمام. شو بيعمل؟ سبلاي ذا وول اوف ذا ابر رايت ان ذا رايت فنتركل تمام. شو بيغذي؟ بيغذي الجزء العلوي من البطين الايمن. طيب الميزنجل برانشيت از ذا لارجست اند ريتش اب تو ذا ابيكس تمام. اول شيء هو اكبر تفريعه من الرايت كورنري ارتري. ثاني شيء شو بيغذي؟ بيغذي الابكس اوف ذا هارت، بيغذي راس القاع الراس تبعت القلب تمام. طيب الثالثه في عندنا الفنتيكولار برانشيت، طبعا مش يعني الفنتيكولار برانشيت لو بدنا نحكي عنها من اسمها فنتيكولار برانشيت، اللي هي بدها تغذي عضله البطين بشكل كامل تمام. فنتيكولار برانشيت بتعمل سبلاي للفنتريكل نفسه تمام. الاتريال برانشيت تمام، اللي هو ال خلينا نحكي التفرعات الاذينيه، وان اوف ذا برانشيت سبلاي سينجل نود حوالي 60%، يعني 60% من الكورنري ارتري وين بروح تغذيته؟ بروح على الاتريال برانشيت تمام. طبعا وين؟ في السيرتيال نود او الاس اي نود، اتوقع انها موجوده في الصوره الاس اي نود، هيها سينجل نود، هي هون 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 بالضبط، هاي الاس اي نود هون بتكون وين؟
في الرايت اتريوم تمام، وبتعمل تغذية الدم بتكون 60% عندها. طبعا الاس اي نود هي تعتبر من الاوتو ريفرامك سيل اللي بتعمل عندنا على تنظيم النبضات الكهربائية داخل القلب تمام. البستيريور انتر فينتيكولار او الديسندنج ارتري بحكي لك رينز تاور تو ذا ابيكس اوف ذا بستيريور، بتغذي راس القلب من المنطقه الخلفيه تمام. طبعا بستيريور جروفز او انتر فينتيكولار سبلاي رايت اند ليفت فينتريكل، هاي انتبهوا لها انه البستيريور انتر فينتيكولار ارتري بغذي الجالين من البطين، الجال الايمن والجال الايسر، ان كلاود انفيريور وول، ومع ايش؟ مع الجدران السفليه من القلب. طيب سبلايز بوستيريور بارت اوف ذا فينتريكل سيبتم اكستند تو ذا ابيكس، برضه بغذي ايش؟ الفينتريكل سيبتم من الاسفل لحد ايش؟ لحد الابيكس، لحد راس القلب تمام، لحد الابيكس. لارج سيبيتال برانش سبلاي انتر فينتيكولار نود، برضو بحكي لك انه الانقسامات الكبيرة من البستيريور انتر فينتيكولار شو بتغذي؟ بتغذي الانتر فينتيكولار نود اللي هي الاي في نود اللي هي عند منطقة الصمام ما بين البطين والأذين. هاي عندنا البستيريور فيو، هاي منطقة الاي في نود شايفينها اللي هي المنطقة اللي بتفصل ما بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل، بتغذي عندها تماما تمام. هاي طبعا الانقسامات كيف بتبلش نحو الخلف، بتبلش بالرايت اتريوم right ventricle and so on، وبيناتهم عندنا الـ AV valves تمام، وبيناتهم عندنا ايش؟ الـ AV valves. طيب هسه بدنا نيجي على left coronary artery، طبعا هون اتفقنا انه right coronary artery خمس انقسامات، right conus artery حكينا بتغذي الـ right ventricle، mesangial branch هي largest بتغذي الـ apex، الـ ventricular branch بتغذي الـ ventricular نفسه، والـ atrial branch حكينا بياخذ 60% من blood supply وبيغذي الـ SA node تمام أو CGL node. طيب بالنسبة للبرانشد في الـ right آخر واحد اللي هو البوستيريور حكينا بده يغذي الـ left والرايت فينتريكل وبيغذي الـ apex والـ AV node تمام والـ AV node طيب أو الـ interventricular node. طيب so left coronary artery we talking about the larger than right coronary artery، هاي أول نقطة كثير مهمة إنه left coronary artery أكبر من right coronary artery تمام. Areas from posterior aorta sinus of ascending aorta، برضو نفس الموضوع إنه من وين بتيجي؟ بتيجي من ال ascending aorta تمام. الانقسام الثاني لل coronary artery هو ال left بيجي من ال ascending aorta تمام. طيب passes between pulmonary trunk and left الكياس تمام، انه ايش؟ بمر من خلال البولمونري ترانك منطقة التجويف الراوي والليفت الكياس اللي هي منطقة التجويف الشرياني تمام، اما منطقة التجويف الراوي او منطقة التجويف الشرياني بمر من خلالهم. هذا ايش؟ الليفت كورنري ارتري. It is enter in interventricular grooves، بيدخل من خلال طبعا لوين بيدخل؟ للتجويف الانترفنتيكولار يعني للأذين والبطين، and divided into anterior interventricular branched and thermoflex branched. اذا left coronary artery لما بفوت على left atrium والleft ventricle بينقسم لانقسامين anterior interventricular branched وايش وclamifix branched، supply greater part of the left atrium. طبعا عن ايش مسؤول؟ مسؤول عن تغذيه الجزء العلوي من الاذين الايسر والليفت فينتريكل اند فينتريكل سيبتم، والجزء العلوي من ايش؟ من البطين الايسر تمام. اذا هاي بالنسبه للليفت كورنري ارتري. طبعا انقساماته هم قديش؟ حوالي ثلاث اي نعم، بس ثلاث انقسامات في الكورنري ارتري. طيب اول برانشت في الليفت كورنري ارتري بحكي لك انتيريور انتر فينتيكولار او ديسندنج ارتري تمام. Range of anterior interventricular grooves بيجي من بفوت للتجويف ال interventricular within the apex، يعني مسؤول عن تغذية الجزء الأيسر من القلب اللي هم الأتريوم والفنتريكل وبما فيهم إيش؟ قاعدة القلب. Base around the apex بيتم التغذية حوالي حوالين يعني جنب ال القاعدة. To enter posterior interventricular grooves and autonomous with
terminal branches of the right coronary artery. يعني هنا بحكي لك إنه الانقسامات اللي بتصير بال left coronary artery ممكن إنها تتقاطع مع ال right coronary artery وين؟ في منطقة الأبيكس، في منطقة القمة تبعت القلب. supply right and left ventricle. انتبهوا لهاي النقطة جدا، إنه interventricular anterior interventricular artery شو بيغذي؟ بيغذي الرايت والليفت فنتريكل، مع انه اصله من وين بيجي؟ من الرايت كورنري ارتري، تمام؟ اند انتيريور بارت اوف فنتريكل سيبتم، تمام؟ طيب هاي عندنا الانقسامات تبعته وكيف اشكالها. سكند برانش اوف ليفت كورنري ارتري از كلاسيفيكس ارتري wind around left ligand of the heart and anterior interventricular groove. وبيعطينا انقسامين، الصمف فليكس ارتري منقسم انقسامين، فنتريكل برانشد واتريال برانشد. الفنتريكل برانشد بده يغذي الليفت فنتريكل، تمام، والاتريال برانشد بده يغذي الليفت اتريال. يعني مبينه الفنتريكل بده يغذي الانقسام البطيني بده يغذي البطين، والانقسام الاذيني بده يغذي الاذين، تمام. الاتريال سيمينال نود اللي هو بالنسبه برضه للاس اي نود، طبعا هاي من ناحيه الليفت مش من ناحيه الرايت، بتاخذ حوالي 40%، في ناحيه الرايت كانت 60% من السبلاي. اوكي طيب الفينوس ديورنج اوف ذا هارت اللي هم انواع الفينوس الاوردي اللي بدها تكون عائده بالدم الى القلب. رينز ان اول واحد عندنا الكورنري ساينس، رينز ان كورنري سيلكس بوستيريور انتر فنتيكولار جروفز. نفس الموضوع انه بتعمل على اعاده الدم رينز اوف ذا بلاد تو ذا هارت من خلال الانتر فنتيكولار جروفز اللي هم ايش؟ التجاويف القلبيه سواء الاذين او البطين. كونتينز تو جريت كاردياك فينز، اذا ايش؟ بتحتوي على اكبر اللهم صل على سيدنا محمد، بتحتوي على اكبر الاورده، تمام، opening within the right atrium. وين بتم؟ وين بيفتحوا؟ بيفتحوا في ال right atrium، تمام. طبعا النت شوي مغلبنا، يلا دقيقتين بخلص. وين بتفتح؟ في ال right atrium، بتفتح في الاذين الايمن، تمام. طيب سبرايدز انه كم قسم بدها تنقسم؟ greater cardiac vein، medial cardiac vein وsmall cardiac vein. اذا عندنا اكثر من نوع من الفين اللي بيتم تغذيته بالقلب، الجريتر اللي هو اكبر واحد، والميديا المتوسط، والسمول اللي هو الصغير، تمام. طيب ثاني نوع عندنا من الفينز اللي هو الانتيريور كاردياك فين، بحكي لك اوبن دايركتلي ان ذا رايت اتريوم. هاي ميزته الوحيده انه وين بيفتح؟ بيفتح مباشره وبيرجع الدم وين؟ على الرايت اتريوم، على الاذين الايمن، تمام. اذا الانتيريور كاردياك فين وين بيفتح او وين بصب الدم تبعه؟ بحكي له مباشره في الرايت، ايش؟ في الرايت اتريوم، تمام. وين بيفتح؟ في الرايت اتريوم. طيب هسه بدنا نحكي عن الجروفز اوف ذا هارت اللي هم رايت انترفنتيكولار جروفز اللي هو التجويف الايمن بالنسبه بالنسبه للقلب. انه شو بده يغذي؟ بيغذي الرايت كورنري ارتري وسمول كاردياك فين. اذا الجانب الايمن من القلب بيغذي الرايت كورنري ارتري طبعا مع انقساماته، وسمول كاردياك فين يعني بيغذي الشرايين. وشو بيطلع منه؟ بيطلع منه الكاردياك فين الصغار، تمام. الانتيريور انتر فنتيكولار جروفز التجويف الامامي بالنسبه للانتر فنتيكولار جروفز anterior interventricular artery من اسمها معاها انه الانتيريور دائما تاخذ anterior و great cardiac vein. اذا لو سالك جوا الامتحان small cardiac vein وين بتكون موجوده؟ بحكي له بالرايت interventricular grooves. لو سالك السمول الجريت كارديك فين وين بلاقيها؟ بحكي له بالانتيريور interventricular جروبس، تمام. وانتبهوا ما بين انترافنتيكولار والانترفنتيكولار، تمام. طيب بوستيريور انترفنتيكولار جروفز بحكي لك بوستيريور انترفنتيكولار ارتري زي ما هي، وهي بتاخذ الميديال كاردياك فين، تمام. فانتبهوا سمول جريت ميديال، لازم كل واحد يعرف وين هو. اللي بالرايت باخذ سمول، اللي في الانتيريور باخذ جريت، والبوستيريور باخذ ميديال. اوكي طبعا هنا بدي ارجع يوضح لك اياهم من ناحيه الصور والانقسامات تبعت كل واحده، يعني بسيطين جدا.
هاي بالنسبة لكل الفينيا اللي بدهم يغذوا عنا القلب بشكل مختصر يعني. تقريبا المحاضرة بسيطة جدا يعني حوالي ربع ساعة 10 دقائق بس مش أكثر. المحاضرة الأولى هي طويلة وأهم واحد يغلب الأسئلة تكون عليها، اللي لسه مش مبلش بالمسلز يخلص الكارديو بعدين نروح على المسلز. أول لكتشرين كثير مهمات يعني، اللكتشر الأول واللكتشر الثاني تبعون الأبدكشن والأدكشن، هذول مهمين كثير يعني، عليهم حوالي 3-4 أسئلة بالراحة. وهنا المحاضرتين هذول عليهم 7 خلينا نحكي أو 8 8 و4 هاي 13-14 سؤال بالراحة، فبصفي 6 أسئلة 7 أسئلة على الأربع محاضرات اللي ظلوا. لحقتوا تدرسوهم تدرسوهم مش غلط، ما لحقتوا دوروا على النت مباشرة يمكن يطلع لكم إذا في حدا بده يبعث الحل يعني. بتمنى لكم التوفيق. إذا حدا لسه عنده سؤال بالمادة أو أي شيء خاصة في الكاردياك يعني كوني شرحته، ارجع يبعث لي وبشرح له إياها، ما عندي مشكلة. تمام، يعطيكم العافية. يا هلا وسهلا يا هلا. الله يعافيكم يا رب. شو الموضوع كلكم آية مع بعض؟ الله يعافيكم يا رب. هاي منار كسرت القاعدة. الله يعافيك يا رب. تطلع لك كنز. راح ارفع المحاضرات على اليوتيوب و يعني ابو نص ساعه زمن بيكونوا نازلين على الجروب. تمام، سؤال انا الفيديو كان فاتح اول شيء كيف يعني؟ فتح ثاني ورجع سكر، بس ما يعني بين المكتب اللي انت كنت حطيته اتوقع شيء هيك. لا لا ما بين شيء، اطمن انا برجع هسه شيك على الفيديو قبل ما ارفعه. يعطيكم العافيه يا رب.